صباح الخير حبايبي وأعزائي، أشكر كل مشتركيني اللي اشتركوا في قناة الملكة والأمير، وكل الشكر والتقدير والاحترام لكل من اشترك في هذه القناة. قبل أي حاجة، أنا عشان أقول إن أنا بحب رجل الأعمال نجيب ساويرس، ولكن ما فعله شيء يعني يغزي، شيء يعني ممكن يكون من حقه، ولكن في هذا الوقت صعب جدا. رجل الأعمال نجيب ساويرس يفاجئ العالم والمصريين بهذا القرار، ماذا فعل؟ رجل الأعمال نجيب ساويرس يفاجئ العالم والمصريين بهذا القرار. نجيب ساويرس، أنا في طريقي الآن إلى المعاش، ولا أرغب في استثمارات جديدة. أين هم رجالك؟ أين شركاتك؟ قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن التعليقات السلبية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة لا تؤثر بي، فلقد تعود على ذلك. كلمة نجيب ساويرس بمؤتمر في صب بيقول ايه؟ اضاف خلال كلمته بالمؤتمر المتخصص في مستقبل الابتكار في ادارة الاعمال في المنطقة انه قضى وقت كتير قوي في مجال الاستثمارات المختلفة، وبيأكد انه تفرغ حاليا لحياته الشخصية بعدما تولى ابنه اونتي ساويرس القيام بالاعمال الخاصة بالشركات التابعة له، وليس لديه رغبة في الدخول في استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة. وقال نجيب ساويرس: أنا الآن في طريقي إلى المعاش، ولا أرغب في استثمارات جديدة. رجل الأعمال نجيب ساويرس. نجيب ساويرس وتويتر. قال ساويرس إن أغلب الوقت يقضيه على تويتر فقط، ولا يمتلك أي حسابات أخرى سوى على الإنستجرام أو تيك توك، لافتا الى ان من افضل الاشياء المحببه اليه قلبه خلال فتره ابتعاده عن العمل هي حضور الحفلات الموسيقيه ومشاهده الافلام. واكد انه يدرس الكثير من المشاريع ببعض الدول في افريقيا خلال الفتره الماضيه، وقارب من دخولها للاستثمار. واين مصر بلدك التي تعولك يا سيد الرئيس؟ يا سيد الرئيس ساويرس رئيس، لانك رجل اعمال ترأس شركات كثيرة. نجيب ساويرس والذهب. أوضح ساويرس أنه رجل تقليدي محب لشرائط الكاسيت، ولكن يجب مواكبة التطور، ومؤكدا أنه لا يحب الدخول إلى مخاطرات مثل الاستثمار في البيتكوين أو الذهب. لك كل الحب والاحترام، ولكن ما تفعله في الجونة من هذه المهزلة وهي ارتداء الفنانات ملابس فاحشة، ملابس قذرة، ملابس قد تهين مصر، ملابس قد تهيج الشباب، ملابس حمقاء. سيدي ساويرس، إن أردت أن تكون أو أن تخرج إلى المعاش، اخرج بسلام، ولا تهز مصر، ولا تجعل مصر يعني تحت الانحطاط، لأن مصر كبيرة بشعبها، مصر كبيرة برأسها، مصر كبيرة بأديانها. شكرا، ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم لو عجبكم الفيديو.